بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواننا الأعزاء، جئنا لكم اليوم بهذا الفيديو اللي طرقوا الموضوع اللي راهو شائك بالنسبة للتاجر وشائك بالنسبة للمشتري. بعد الموضوع تاع اليوم راهو موضوع تاع الكريدي. كريدي اللي راهو حاصل فيه الناس قاع حاصلة فيه، يعني المعاملة بالقرض بالكريدي كما نقولوا حنايا راهو مشكل، مش غير كبير، مشكل ما عندوش حل، ما عندوش حل. على هذا حبيت نطرق اليوم لهذا المشكل. تبيع اي دومان تدخل فيه راك راح تتعامل بالكريدي. اي دومان راك تخدمه دومان ديو عليك الكريدي، كرديو كلش. حلوه كرديوها، الحلوه كرديوها. هنا الدوخ اخوت، كماليات ما تكرداش. طاح امبال مع لعبي، طاح بامبال في المواد الغذائيه، معليش يكرديك ويصبرك راس شهر تسلكو نورمال. مي انه تولي تحل عاده، تحل عاده عندنا حنايا، خاصه هنا في الجزائر. العاده يعني عاده يعني مشات لهم في الدم، انه لا بغى شهر، عنده شهريه، عنده راتب شهري تاعو، هذاك هو اللي كردي، اللي يسلك عنده راتب شهري كردي. معليش او كرديتيه، كرديتيه هذا حق راس الشهر، انه ما راح يسلك وحده، وما تحوش عليه انت تقول له راح يسلك ولا تحوس عليه باش يسلك. راس الشهر تروح يجيك بثلاث ايام ولا اربع ايام ابري، يكردي مليون يسلك 200 الف، ليس لك 500 الف. المهم ديما هو ديما ناقص، يجي يخلصك ويخلصك ناقص. وكاين حل في اخلاف، ربي يهديهم، ربي يهديهم، انه يكردي ويهرب، كردي على الحانوت هذا، يزيد يروح للحانوت خلاف، يزيد يكردي ويهرب. يعني يتعامل معاك انت ليامات الاولى، هاو يجيبها لك نورمال سيريو، يدخلها لك نورمال، تقرا فيه الامان، يبداك هو يبدا ينقص 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 حتى ان ياكلك، في يبدا ياكلك، تلقى روحك انت مسالم، مكرديه في مليون ولا زوج ملايين ولا اكثر، وهو ما قادرش يسلكها. وهما عندهم سيستم يطيحوا على اصحاب الحوانت اللي عندهم كلش، كي يدخل الحانوت تقرا فيه انت الامان، يبدا هو يهزك، هات ما عندك، هات الياغورت، هات التيسويس، هات مارش، هو هات يخلطها لك واحد التخليطه تاع تربرك، ترب من الكول الكول، هي باطله ما يحسش بها. مي كي يدير حق راس الشهر باه يسلك، تلقاه يشكي ويبكي، يبدل لك الهضره، يبدل لك مارش، هو مرتي مريضه، ومرتي ما عرفش هو، وبني ما راح مريض، وما عرفش يدخل لك شعبان في رمضان، تكره كاع انت الانسان هذا، كاع تكرهه. إيه هذا، انا حبيت نهضر اليوم هذا الموضوع هذا، ما على باليش نورمو، هذا عليه نقاش نورمو كبير. هذا راهو مشكل كبير، راهو مشكل كبير. حنا حبينا هاد العباد ربي يهديهم، ربي يهديهم. عيش حساب الشهرية ديالك اخويا، عيش قصتك، ما تحتمش. كاين الكماليات اللي ما تحتمش، تروح انت يا تيجي طيح على واحد الحانوت تخلصوا له السلعة ديالو، يولي يد هو ما قادرش يسلع. كيف يجي الحانوت انت مول الحانوت ما قادرش يسلع، دراهم ودراهمو برا، تهضر معاه على دراهمك تقول له عطيني دراهمي، يقابضك، يتقابض معاك، يدابز معاك، يحاشمك، يولي يبدلك، يبدل الطريق هذه، يولي كاينين ناس، كاين اللي عاد ما يهضرش معايا، هذه وحده على دراهمي ياه، على صوردي ياه، كاين عاد ما يهضرش معايا، كاين اللي يبدل لي الطريق، كيشوفني يهرب. كاين واحد عندي قداه، عندي قداه ما شتمش، صاي بقط معليش، هاو كليتيني يا هل ترى انا راح نسامح لك؟ والله ما نسامح لك، الدنيا واخرة، هذا مش حقي انا وحدي، هذا مش حقي انا وحدي، وهذا دراهم الناس، راهم نجيب في السلعة بالكريدي، انا نجيب فيها بعد ما نجيب فيها باطل. كيما تسلكنيش انت ما تسلكش انا من السلعة، من راح يسلك من السلعة؟ انت ما تسلكتنيش.
ما لا هكذا، انا بالنسبه لي هكذا انا نهضر، انا حقي او ما نسمعكش فيه، وانت هرب ما تهربش، بدل درك ما حبيت، تلاقى عند ربي كما قالها الكونط مفتوح، سلكني اليوم براحتك، مرحبا بك، راح سلك دراهمك، هو حقك هو حقي وما نسمعش فيه، ما تسلكنيش، يجي النهار وتولي تحوس عليا وما تلقانيش هكذا، ونخليها منك هكذا مع اللقين، بقى تعود تعرف الناس كيف تاكل حق الناس. هذا شنو نقولوا حنايا؟ حنا نقولوا ربي يهديهم، ربي يهديهم، ربي يهديهم، وربي يهديهم اخوت. يعني الفئة ما فهمتش، انا والله ما فهمت، زيد زيد بالزيادة، انت هو دير فيه النية، دير الثقة، دير الثقة ويعز بيك، ويجي واحد يعز بيك يغيظك، سبحان الله. سولي تقول انا يا هذاك ما نخليش شيء، نخليه انا نطيش، ما نوكلوش، ما ياكلش، عيب. امي يا اخويا كون راجل، كون راجل، كرديتي راح سلك الناس، هذا حق الناس صاحبي، يا غير تبهدل، صح غير تبهدل، مين من تهدر هيا فهمني، مين من تهدر، تروح تضرب زمعة في الفيلاج، وفي الفيلاج يلعب عليك حاجة خلافه، يهبط الفيلاج، يدور على الحوانت الاخرين، يدور من الناس، يشوفو يقضي، يهبط يبدل لك البلاصة، يقضي الشكارة كونفلي من النبي مية، كيشوفك انت يهرب. هتعامل مع البشر هذا، تعامل معاهم. ومشكل، المشكل مدايرهم مشاركين فيه حتى اصحاب الاحوانت، اصحاب المحلات راهم حتى هما مشاركين في المشكل هذا، باسكو علاه؟ لا، كاين اللي لعبها مول سوارد، كاين اللي لعبها مول سوارد وعنده السوارد، وهو ما معناه باش كيفاه، هو بدا على السكرو، بعد هو بدا على السكرو، باسكو كون جات الناس كامل تتعامل بالدراهم بالكاش، هذا ما يطيح البك على هذا، كامل الناس تسترزق نورمال، تسترزق ونورمال، والخير كاين، الخير كاين، والدراهم كاينين، باسكو انت يجي كردي عليك وراح يضرب الشوا من هنا، يضرب لي يحوس، ولا مرته يفرني، يضرب ويقلب، يشري لها الجبه دي، المهم يشري، يشري لي واش كاين، يشري لي بالصوارد، وانت عندك هنا نو، انت عندك الكردي، انت عندك ينافيغي، باسكو هو مدير هذا النافيغاج هذا هكذا. هذه هي، احنا نقولوا، احنا نقولوا العباد هذو ربي يهديهم، وحنا كنقولوا اخوتي اللي عنده الدين وعنده الكريدي، راح يسلك الكريدي ديالو، معليش صبرك، معليش كون جيتي كل شهر، كل شهر تنحي 200 ألف ولا 100 ألف ولا 150 ألف، يا ربي 50 ألف، المهم ما تاكلناش في حقي برك، ما تاكلناش في حقي وخلاص، ما رينا، انا ما هنضارب معاك، ما هندابز معاك، ما والو، باسكو كي تعرف العباد كما هادو، تكره بالتجارة، تكره بالخدمة، تكره كلش. يا خويا انا واش داني ليك حتى نهضر معاك، ولا نقيمك، ولا ندير كاع العبد، ما نديركش كاع باللي كاين انا كاع، لما حتى انا نمرض راسي معاك، ولا نولي انا نكسر في راسي معاك، نخسر في الصوار ديال، نخسر في الصوار ديال الناس. هذه هي، انا الانسان راه يهضر على حقه، وما يهضر على حتى حاجة، الانسان يهضر على حقه، ومش غير معايا نحكي على نفسي، ولا مع التجار كامل هكذا. ديك النهار انا هبطت لعند زوج، زوج حوانت قريبين، زوج محلات تاع المواد الغذائيه ريبوهم، قال لي شهاره، شهاره يحكي لي، قال لي شهاره يشكي يبكي مسكين، بلقى بيها وين، وبصح انا موالف ندخل الحانوت تاعو، ما شاء الله يخدم، بدا تكون روحو، بدا يخدم ما شاء الله، معمر الحانوت بيا بالعقيله، طاحوا عليه، ومن عند ربي يقبروا، يقو برو دي، هذا اللي لقاوه ناس ملاح، يلقاوه يحشم، هذاك هو اللي يبكيو عليه، يطيحوا عليه، واش يديروا له؟ يبداوه بالعقيله، بالسياس، يسرسبوا معاه بالعقيله، حتى يحكموا الاخر ديالو، يقرا على مال، كي يقرا على مال هما يعطيوه. كاين دي مكردي بزوج ملايين، قال لي، قال لي مكردي بزوج ملايين ولا 3 ملايين، هاو راح شارعوا، هاي راح تشارعوا، ديه للمحكمه تشارعوا، تلقى روحك انت خاسر بعد. ونحتى راه تشراو على حاجة كبيرة، 10 15 20 مليون، تشراو 5 ولا 6، المهم وتربحهم، ما عليناش. كاين دي ماركي في الكارني، ماركي عنده في الكارني، هو يدي بنو، يدي المرات، يدي يبعثو من الدار، يديو كي تقول له، يقول لك، قال له السيد، قال له انا ما ديتش عليك كاع،
كيف ما درتش عليا؟ انا ما لعب، قال له انا ما مش كاع نجي عندك كاع. زلاه نورمال يعني، سبحان الله، ينكر نورمال. وكاينين واحد شهارة شهارة، كاين يسلك 5 ملايين، كاين يسلك 4، كاين 3 و600. شهارة عنده الطاكسي، عنده الدار، خدام لاباس عليه، وزيد النافيغي وخدام النافيغي، ويكردي ويكردي وما يسلكش الناس، والله ما يسلكه. علاه ما فهمتش، والله ما فهمت علاه. هيا فهمني، كيفاش دابز انت، كيفاش دير مع العباد هادو؟ تروح تقاتل معاهم على دراهمك؟ هيا فهمني. الائمه هضروا، الامام هضر في المسجد، الامام خطب وقال لهم يا جماعه، ردوا المظالم لماريها، رجعوا المظالم للناس ماريها. جارنا هنا توفى، مات لحد الان، الكارني مسرجي، كارني معمر، ودي بلا كارني ما نهضروش عليه، دي كلاوه الالاف، كلاوه الالاف، ميت وكيموت. شو دير بدراهمك؟ شو دير بدراهمك انت؟ شو كي يموت هو؟ خلصت، هاي خلصت، صاي خلاص، شو ما بقى فيها، تفرت. هيا فهمني، ليه من تشكي؟ ليه من تشكي؟ ربي يهدينا ويهديكم يا اخوتي، والله انا شو نقوله، ربي يهدينا ويهديكم، هذه هي. وكل واحد يعرف روحه، كل واحد يعرف روحه، وكل واحد كل واحد غدوه ما يبداش، ما تبدا تبكي ما والو. انا كاين واحد سايل له الصوارد، جا قضى عليا، قضى وروح، من بعد نيجيك نسلكك. او في العامين ونص، وداخل في الثلاثه، داخل في العام الثالث، كي رحت نهضر له، شو دي قال لي؟ قال لي علاه انت ما تجيش تقول لي او نسيلك الدراهم؟ قلت انت كرديت عليا، انا نسيلك الصورة، طبعا على بالك بروحك بلي نسيلك الصورة. ومن بعد بدا يبلعط يبلعط يبلعط، هون خليها لك عندك، خليها عندك، تارك حر. سلك سلك، ما تسلكش، ربي سهل عليك، مي حقي ما نسمحلكش فيه عند ربي، او ما نسمحكش في حقي. ودي غدوة خير على اللي درك، خاصك الدراهم قادر درك. ها واش يا ما على باليش، قادر انا الخيخة راح الصورد هذا، لا انا الصورد هكذا كنت بعد، هنا انت الصورد. وهذا السيد يخدم في التجارة، واش رايك؟ يخدم في التجارة، يخدم في التجارة، يحوس على ربي يمدلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.